أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تصميم بطاقة دعوة لحفل زفاف بشكل احترافي وعلى برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نغير الحجم من خلال تخطيط، ومن ثم الحجم وأحجام الورق الإضافية. طبعا العرض راح يكون 26 والارتفاع راح يكون 20، ومن ثم موافق. جيد. الآن راح نضيف الخلفية الخاصة بالبطاقة من إدراج صورة. جيد. نضغط كليك أيمن والتفاف النص، وراح نختار خلف النص هذا الشكل. طبعا الآن راح نضيف زخرفة بهذه المنطقة من إدراج صورة. طبعا كليك أيمن التفاف النص أمام النص، وراح تكون بهذه المنطقة. جيد. الآن من إدراج أشكال راح نضيف هذا الشكل، راح نرسم شكل، وطبعا راح نقلبه بالاتجاه الآخر، وطبعا ممكن أنه بهذه النقطة الصفراء راح نغير من الاتجاه، راح يصل إلى الأعلى وإلى الأسفل بهذا الشكل. جيد. الآن راح نملأ هذا الشكل بالصورة من تنسيق تعبئة الشكل صورة، طبعا من تنسيق اختصاص، ومن ثم نختار احتواء، وراح نكبر الصورة بهذا الشكل، وطبعا نسحبها بهذه المنطقة. فقط انه من تنسيق، طبعا تنسيق الشكل الاولى، مخطط تفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. جيد. ممكن نضيف صورة لبرواز من إدراج الصور بهذا الشكل، طبعا التفاف النص ونختار أمام النص، راح نكبر الصورة بهذا الشكل بهذا المقدار، وطبعا راح نسحبها إلى اليمين بهذا الشكل. جميلة. الآن راح نضيف العبارات. في البداية راح نضيف بطاقة دعوة، طبعا بلا مخطط تفصيلي، وراح نختار مثلا هذا الشكل بهذه الطريقة، وراح نضيف نص من إدراج مربع نص، طبعا تعبئة بلا تعبئة، ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن نختار اللون، هذا اللون، جيد. الآن راح نضيف نص مربع نص، رسم مربع نص بهذا الشكل، جيد. طبعا من تعبئة راح يكون بلا تعبئة، ومن المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل، وطبعا هذه الدعوة تكون بهذه المنطقة أجمل. جيد. الآن راح نضيف عبارة أخيرة، مثل ما نلاحظ أصبح عندنا بطاقة دعوة جميلة واحترافية بنفس الوقت.